قيادة القوات البرية تتابع خطة تأمين الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية ضمن مختلف قواطع العمليات والفرق وتأمين الحماية اللازمة لها. استنفار الجهود الخاصة بالقيادات والفرق لتأمين الحماية لطريق زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام قوة من قيادة عمليات الجزيرة تنفذ عمليات بحث وتفتيش غربي الأنبار أسفات عن العثور على مخلفات حربية تم تفجيرها موقعيا. قيادة عمليات ميسان تلقي القبض على مطلوب حاول اغتيال عامل توصيل طلبات ضمن قضاء المجرى الكبير حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة. قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تتمكن من العثور على كتسل العتاد ضمن قاطع المسؤولية حيث تم تفجيره تحت السيطرة.